أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الزميل الفاضل إبراهيم المقيم الآن هو في محلية شعرية بولاية شرق دارفور. سنقف معه من خلال هذا اللقاء الخاص على أوضاع المواطنين في محلية شعرية والترتيبات المزارعين للموسم الزراعي، وهل لديهم ما يتوفر من إمكانيات لزراعة هذا الموسم. الزميل الفاضل مرحب بك. الآن الموسم الزراعي بدأ، الموسم الزراعي بدأ طبعا. الناس في أي منظمة جات وزعت تقاوي أو جابت آليات بتاع زراعة مثلا كوريات وجرايات ومحاريت وكده؟ والله يا مازيبو إطلاقا تمام، يعني مبدأ كده المنظمات بكافة أنواعها، يعني كان الوطنية ولا المنظمات الأخرى الغير وطنية والأجنبية إذا صح التعبير، هي دور غايبة تماما، يعني ما موجود أصلا، ما في أي دور للمنظمات على الإطلاق. يعني أنا من شهر 8 ما شفت لي منظمة غير منظمة اسمها ألايد. المنظمة دي يعني جاب حاجات أنا بالنسبة لي خلاص برضو مبادرة طيبة، لكن فهم جو وصراحة برضو حاجاتهم كان أنا بالنسبة لي حاجات ما يعني مواد غير غذائية، يعني جايبين لها معدات بتاع أكل، ما أعرف جرقانات، يعني حاجة قيمتها في حدود الكم 20 كم 20 ألف يعني. ولكن بعد ذاك برضه أنا استحسنت فيهم، يعني قلت بيل أنا الأقل وصلوا الناس وجو وحسوا إنه في ناس محتاجين للحاجات دي كده. خلاف كده ما في أي منظمة جات، ما في أي دور للمنظمات دي على الإطلاق، مع إنه أنت عارف وأنا عارف إنه الناس هنا أكثر حوجة، مش هنا كل اللي يمكن كل دارفور وغالبية السودان جزء كبير منه، الناس دي في حوجة كبيرة يعني لأي حاجة بتعينهم، إذا كان مواد غذائية ولا مواد غير غذائية ما في. دي مبدأ كده. بخصوص سؤالك ده، ما في أي منظمة حتى الآن جات، الناس يعني يمكن يكون محتاجة محتاجة إنها تزرع، لكن تزرع كيف؟ ده السؤال الكبير. يعني هسي يعني أسألك الناس عندهم، الناس دي يا مادبو يعني هم ما لاقين حاجة يأكلوا عشان يزرعوا، يعني لو فرضنا إنه هو دار يمشي يزرع ذاته كويس، ما عنده حاجة ذاته عشان يقعد بفوته ليومين يوم واحد كده، أو قول ما يومين ذاته، لو مشى الصباح دار طبعا على الأقل يفطر أو يتغدى ويجي راجع، ده كله ما في. خلاف كده هو اللي يزرع ذاته ما عنده، يعني لو دار يزرع عيش ما عنده، لو دار يزرع فول ما عنده. على الأقل في ناس في فترة من الفترات، يعني كان في السنوات السابقة الزول بيكون عنده تراب أو نسميه كده هنا بالبلد، يعني البذور دي بيخطها على أساس إنه يزرع بيها. الآن الزول اللي عنده ذاته يضطر يبيع الحاجة دي عشان يأكل يعني وعشان يعيش على الأقل تمام، لأنه ما في دخل، وحاجات ارتفاع كبير جدا جدا، يعني ارتفاع مبالغ فيه في السلع الاستهلاكية، يعني عيش ما ده في الفاضل تحديدا اي ما جهة، عارف. ما في اي جهة يمكن يخاطبوها عشان ممكن الناس يحصلوا منها على مساعدات لا ولا لا على اي يعني ما في حاجات تساعدهم اي على انه يزرعوا؟ جهة. الناس في السهلة باختصار بعبارة كده، يعني الناس في السهلة تماما، يعني ما في اي جهة يلجأ لها وما في اي جهة يعني تتكلم معاهم. هنا انا برضو يا ماديب والله يعني دي للامانه مفترض الواحد يقولها. احنا عندنا يعني رجل اعمال اسمه عبد الجبار ابو بكر، هو ده من شعريه هنا تقريبا، هو الان في بريطانيا ولا ما اعرف وين في هناك، يعني الراجل ده قام بدور يمكن المنظمات دي كلها ما قامت بدور. أن الزول ده شوف في فترة رمضان قاعد افطارات جماعية على مدار الهناية لكل الأحياء الموجودة في الشعيرية، قبل كده جاب عيش يعني وزع للناس المحتاجين والنازحين، عامل مدرسة، والمدرسة دي عامل فيها يعني مضخة بتاع مياه أو محطة بتاع مياه كاملة، هو مركز أو معوي أو هو مركز بتاع نسميه شنو، إيواء، يعني حسي مدرسة عبد الجبار الثانوية، المدرسة على نفقته الخاصة طبعا، عملها مدرسة ثانوية بنات، وعملوا طبعا مركز إيواء للنازحين، هسي عدد كبير جدا جدا من الأسر، وداخل المدرسة في محطة بتاع مياه تمام.
الزول ده الان قبل تقريبا هسي لسه ما تم توزيعه ذاته، بتخلي يعني برضو جايب كميات بتاع عيش للناس الفقراء داخل المدينة والنازحين، يعني قسم العدد ده للناس فقراء اكثر حوجة وللنازحين يعني في هناك. فالرجل ده يعني قدم عمل كبير وعمل يعني ضخم جدا جدا وعمل انساني كبير لمنطقته ولأهله. احنا المبادرات دي مفتقدينها تماما، يعني مفتقدينها تماما على مستوى الافراد وحتى على مستوى المنظمات الوطنية والمنظمات الاجنبية، ما موجودة. فباختصار كده الان الخريف بدأ، لكن في مجموعة تحديات، مجموعة مشاكل بتواجه المزارعين تحديدا في مدينة شعرية بولاية شرقي دارفور، منها عدم حصولهم على التقاوى او البذور اللي بيمكنهم انهم يزرعوا. الشيء الثاني هم نفسهم عشان يزرعوا محتاجين انه ياكلوا، محتاجين يتصرفوا، محتاجين يتحركوا، محتاجين آليات ذات التحريض، دي كلها ما في. حتى المعدات والادوات والاليات اللي بيمكنهم من الزراعه غير موجوده. بالمقابل اذا كان بقت موجوده في السوق اسعارها مرتفعه جدا جدا وما في دخل، فالناس بقت عشان تاكل مش عشان تزرع. وده في المستقبل القريب ما دي قراءات انه السنه الجايه هيكون اسوء، لانه اصلا بيكون ما في شنو؟ ما في انتاج، لانه الناس ما زرعوا ولانه ما قادرين يزرعوا، مش لانه ما دايرين، لكن هم ما قادرين يزرعوا. بالمقابل تلقائيا الخريف ده لو طلعوا الخريف فترته قصيره، يعني لو ما قدروا كده يتحصلوا على الحاجات دي او ما جات اي جهه تدعمهم لحد ما بعد اسبوعين تقريبا تحصلوا، لو ما حصلوا ما في انتاج السنه الجايه، ما في انتاج معناه ما جاء كارثه. طيب من النواحي ده الأمنية باختصار. كده، إذا في أي جهة دايرة توصل معينات بتاع الزراعة سواء كانت تقاوى أو آليات، أو حتى الناس ذاتهم دايرين يزرعوا كده، الوضع الأمني يعني هو بيمكنهم في إنه يزرعوا بكل هناك، أو يمكن تصل المساعدات دي؟ الوضع الامني يا مديب، الوضع الامني انا بتكلم عن شعريه وحواليها، الوضع الامني ممتاز جدا جدا، ما في اي مشاكل امنيه وما في اي تعقيدات، ما في اي مشكلات على الاطلاق. يعني تمشي بطريقتك ببهايمك، تمشي بالهنايه، ويعني حركه عاديه جدا. يعني حتى الان بصراحه ما ظهرت اي مشاكل في الزراعة، لا مشاكل على مستوى البناء، ما في أي مشاكل أمنية. وده بتقديري إنه لو أصلا الناس عندهم الحياة دي عادي ممكن يزرعوا، عادي ممكن يمشوا ويقعدوا هم في مزارعهم، ما في زول بيسألهم، ما في جهة بتعترض سبيلهم. حتى الحرامية اللي نايم ما موجودين، يعني أنا ما أعرف، سبحان الله، يعني الناس ذاته كده ربنا معاهم. الناس دي اختفوا تماما في فترات سابقة، كان المشاكل دي موجودة لكن الآن ما موجودة والله على الإطلاق. يعني أكثر ما يميز مدينة شعرية ومن حواليها الجانب الأمني، يعني دي أكثر حاجة بيميزها الآن. يعني طيب دي فرصة، دي بلد فرصة آمنة نحن تماما. ندخل المنظمات أو أي جهة قادرة في إنها تقدم للناس دي مساعدات بتاع الزراعة، إنها تمشي المنطقة تقدم للناس أو تساعد الناس دي. بالضبط كده، يعني المناشدة لابد انها تتم باقوى العبارات زي ما بيتقال، في انه الناس دي في حوجة وهم اساسا منتجين، يفترض ناس تساعدهم عشان يقدروا على الاقل ينتجوا يساعدوا نفسهم. يعني بدلا من انه يعني زول داق المثل اللي بيقول بدلا من انه كل مره تديه سمكه علمه كيف يصطاد سمكه، يعني هو ما عنده مشكله في انه هو اساسا متعلم، هو عارف انه يصطاد سمك كيف، لكن الطريقه ما عنده السناره، ما عنده عشان يطلع به السمك بالذات. فانت وصل له الحاجه دي عشان هو يقدر ينتج ويزرع، ولانه لو ده ما حصل الناس تتوقع كارثه انسانيه قادمه، يعني لا محال، دي بالتاكيد. شكرا جزيلا للزميل الصحفي الفاضل ابراهيم المقيم في مدينه شعريه، اشكرك جزيلا ونتمنى لكم التوفيق في انه موسم هذا العام ان شاء الله الناس تزرع ويبقى واحد من المواسم التي تنقذ حياه المواطنين. اشكرك جزيلا.